ومن تلك المعارك العظيمة ما حدث في البحرين. ولما نقول البحرين هي ليست البحرين التي نعرفها اليوم، وإنما المفهوم البحرين أوسع من ذلك، فكان يشمل البحرين وقطر وكل المنطقة الشرقية من الجزيرة الإحساء، هذه كلها تسمى البحرين، مناطق البحرين، وكانت مقرا لكثير من قبائل العرب، بالذات قبائل من ربيعة، من الفخذ الذي يسمى ربيعة. العرب ينقسمون إلى مضر وربيعة، فقبائل ربيعة من بينهم عبد قيس وابن جديلة وبنو بكر بن وائل وأعداد أخرى كثيرة من القبائل من بني ربيعة في تلك المناطق. أهل البحرين وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته وأسلموا، فأمر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ملكهم، كان لهم ملك، فأبقاه النبي صلى الله عليه وسلم هو المنذر ابن ساوى أو ابن ساوى رضي الله عنه. فلما توفي صلى الله عليه وسلم ظل المنذر على الإسلام مسيطر على تلك المناطق. بعد فترة وجيزة من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم توفي المنذر، فارتد أهل البحرين وانقسموا. بكر بقيت على الردة، عبد قيس بدت ترتد، فقام فيهم رجل عظيم هو الجارود ابن المعلى العبدي رضي الله عنه، فجمعهم لما شاف ان بدأوا يفكرون بالردة ويتكلمون فيها، وسمعهم يقولون لو كان محمد نبيا لم يمت، هذه الشبهة التي أثارها الشيطان عليهم. فجمعهم الجارود وقال لهم أتعلمون أنه كان لله أنبياء فيما مضى؟ قبل النبي صلى الله عليه وسلم كان في أنبياء ولا لا؟ قالوا نعم في أنبياء. قال ماذا حدث لهم؟ قالوا ماتوا. قال فإن محمدا قد مات كما ماتوا، مثل ما مات موسى ونوح وإبراهيم عليهم السلام مات محمد صلى الله عليه وسلم، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فأسلموا وثبتوا على إسلامهم بهمة الجارود رضي الله عنه، فارتدت كل ربيعة إلا الجارود ومن تبعه. وخرج فيهم رجل اسمه الحكم ابن ضبيع من بني بكر بن وائل، فقادهم على الكفر، واجتمع إليه كثير من المشركين والمرتدين، فتحرك وجمع لهم جيش ونزل في القطيف وهجر، وبدأوا يهجموا على الذين بقوا على الإسلام، وحاصر أصحاب الجارود. وصلت الأخبار إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فهنا أرسل العلاء ابن الحضرمي، العلاء ابن الحضرمي الصحابي الجليل الذي أسلمت على يديه البحرين، هو الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى البحرين إلى المنذر بن ساوى، فأسلم المنذر على يدي العلاء، فالعلاء يعرف هذه المناطق ويعرف أهلها، فأرسله أبو بكر الصديق قائدا على الجيش الذي توجه لقتال المرتدين في البحرين. لما اقترب العلاء بن الحضرمي من اليمامة، وكانت اليمامة الآن قد انتهى أمرها، لحقه ثمام ابن أثال من بني حنيفة مع المسلمين الذين ثبتوا على الإسلام من بني حنيفة، ولحقه قيس ابن عاصم في قومه، وأتاه أيضا اجتمع إليه ناس من أهل اليمن، كثير منهم ثبت على الإسلام فجاءوا وانضموا إلى جيشه، فتحرك الآن يريد أن يستعجل حتى ينقذ الجارود ومن معه، فلم يختر الطريق العادي وإنما اختار طريق الدهناء. الدهناء هي الصحراء التي يندر فيها الماء وطريقها صعب جدا، فتحرك يريد مستعجل يريد أن يقطع الصحراء الشديدة. فلما وصلوا في وسط الصحراء نزل يرتاحون وأمرهم بالنزول. بعد ما نزلوا ثارت الإبل وبدأت تفر، تتفلت وتفر، وهربت الإبل منهم في الصحراء، فاغتم المسلمون غما شديدا لما أصابهم في وسط الصحراء وإبلهم تفر، ليس عندهم طعام، ليس عندهم ماء، ليس عندهم ما يركبون. هذا بالليل، حد نزولهم كان بالليل. فالعلاء جمعهم قال ما لكم خايفين؟ قالوا كيف تلومنا ونحن إذا صار الغد أول ما تحمى الشمس سنهلك؟ فهنا بثبات المؤمن وثقته بالله سبحانه وتعالى، بعض كثير من الناس يتزعزع في مثل هذه المواقف، العلاء رضي الله عنه واثق بالله عز وجل،
قال لن تراعوا لا تخافوا أنتم المسلمون وفي سبيل الله خرجتم أنتم أنصار الله أبشروا فوالله لن تخذلوا. شوفوا الثقة بالله عز وجل، هذا شأن المؤمن أنه واثق بالله عز وجل حتى لو كان كل المعطيات الدنيوية كل المقاييس البشرية تقول لا أمل لا فائدة الخطر داهم النصر للأعداء، لكن المؤمن الواثق بنصر الله عز وجل بقوة الله بسند الله لا يتزعزع. وهكذا كان العلاء رضي الله عنه، ظلوا نائمين في الليل لا يدرون ماذا سيحدث لهم في اليوم التالي. لما صار الفجر وصلوا صلاة الصبح دعا العلاء، بعد الصلاة أخذ العلاء يدعو وهم يدعون معه. لما أشرقت الشمس بان النور وإذ بالماء يلمع من بعيد فمشوا إليه، وإذ فعلا ماء ليس بسراب، ماء، تحجبوا من وجود هذا الماء في الصحراء، فشربوا واغتسلوا وظلوا عند الماء لا يريدون أن يتحركوا منه خوفا من أن يقطعوا الصحراء ويهلكوا، ما معهم لا إبل لا زاد. فلما صار الضحى وتعالى النهار إذ بالإبل تقبل نحو الماء تجتمع من كل جهة وعليها الطعام وعليها المتاع، فوصلوا إليهم فأناخوها حتى تجمعت لهم إبلهم من جديد، فرحمهم الله عز وجل ونجاهم من هذا الموت المحقق، وعلمهم وعلمنا من بعدهم الثقة بالله سبحانه وتعالى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه يكفيه الله سبحانه وتعالى. ثم سار العلاء وأرسل إلى الجارود الذي بقي على الإسلام، قال تحرك في من معك في اتجاهي حتى تنضم إليه. وتجمع المشركون كما قلت لكم بقيادة الحطم، وتجمع المسلمون إلى أن اجتمعوا مع العلاء وحفروا الخنادق، خندقوا لأنفسهم، وبدأ القتال بين الجهتين. في كل يوم يتقاتلون إلى المغرب، إذا صار الليل تحاجز الطرفان، كل ناس رجعوا إلى معسكرهم إلى خنادقهم، وظل القتال لا نصر حاسم في أي اتجاه، قتال مستمر ثم تحاجز، قتال مستمر ثم تحاجز، وهكذا عدة ليالي إلى أن كانت ليلة من الليالي وإذ بعد ما غابت الشمس رجع المعسكرين إلى خنادقهم، سمع المسلمون أصوات ضوضاء إزعاج في عسكر المشركين، فأرسل العلاء العيون والجواسيس ينظرون له ما الخبر، فجاء الخبر بأن هؤلاء الكفار يسكرون ملوا فليس لهم شأن إلا الدنيا، فيريدون أن يرفهوا كما يقول عنفسهم، فانشغلوا بالخمر فسكروا، فتركهم العلاء حتى هدأت أصواتهم، فعندها أمر بالهجوم ليلا على هؤلاء السكارى، فبيتهم المسلمون شر بيات حتى هربوا، فكانوا من بين مقتول ومأسور، وقتل الحطم قائدهم المرتد، وفروا إلى سواحل البحرين، واستطاع المسلمون أن يلحقوا بأكثرهم فأكثروا فيهم القتل، وأرسل المسلمون العلاء إلى أبي بكر الصديق بهذا الفتح المبين، وهكذا سيطر المسلمون على البحرين. في هذه الأثناء كذلك كانت أحداث عظيمة تحدث في عمان جنوب شرق الجزيرة. عمان لما أسلمت كان يحكمها ملكين أخوين جيفر وعبد ابنا الجلندي، أسلم على يد عمرو بن العاص رضي الله عنه، ودخلت عمان بإسلامهما، دخلوا في الإسلام، وأقرهما النبي صلى الله عليه وسلم على ملكهما، ما نزعهم من الملك، فظلوا يحكمون عمان نيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج رجل من عمان وكان ينافس هذين الملكين في المكانة، اسمه لقير ابن مالك الأزدي، ادعى أنه رسول من الله عز وجل،
طبعا بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا رسولهم ومنهم وفيهم مثل ما يقولون، تبعه كثير من أهل عمان وتجمعوا له، وكما ذكرت لكم كان ينافس هذين الملكين على ملكهما فخافا منه فهربا ولجأ مع أنصارهما إلى الجبال، وأرسل جيفر ملك عمان المسلم إلى أبي بكر الصديق يخبره بالخبر. أبو بكر الصديق بعث إليه حذيفة ابن محصن، وأرسل في نفس الوقت عرفجة بن هرثمة إلى المهرة إلى حضرموت، يعني واحد إلى شمال عمان واحد إلى جنوب عمان، كل منهما أمير على صاحبه في عمله، يعني إذا التقوا في بلاد المهرة فالأمير عرفجة، وإذا التقوا في بلاد عمان فالأمير حذيفة. لما اقتربا من عمان بدأت المكاتبات بينهما وبين جيفر، وأرسل أبو بكر الصديق في إثرهما أرسل عكرمة ابن أبي جهل، بعد ما هزم في اليمامة، كان استعجل وهزم في اليمامة قبل وصول خالد، فأمره أبو بكر الصديق أن يترك اليمامة ويلتحق إلى عمان. إذن ثلاثة جيوش تتحرك نحو عمان، واستطاع أن يصل عكرمة قبل أن يصل الجيشان الآخران إلى عمان، وبدأت المكاتبات مع مسلمين عمان، فتحرك مسلمو عمان مع هذه الجيوش وعسكروا في منطقة صحار التي كانت عاصمة عمان في ذلك الوقت. لقيط الأزدي مدعي النبوة جمع جموعه وعسكر بمنطقة دبا في شمال مصر، والتقى الفريقان في دبا واقتتلا قتالا شديدا ودبت الهزيمة في المسلمين، وبدأ الانكسار يظهر عليهم. جيش لقيط أقوى بكثير، ويقدر الله سبحانه وتعالى في هذه الأثناء أن قبيلة قريبة هم بنو ناجية يثبتون على الإسلام، يعني يفكرون في الأمر فيثبتون على الإسلام ويقررون الانضمام إلى جيش المسلمين. فبينما المعركة حامية وبينما المسلمون في هزيمة، سبحان الله، وإذ بجيش بني ناجية يأتون ينجون المسلمين، لهم من اسمهم نصيب، نجوا المسلمين بنو ناجية، فتقوى المسلمون بهم وبدأت الهزيمة تدب في المشركين، وبدأت مقتلة عظيمة تحدث في جيش المرتدين، وأخذت الغنائم العظيمة، وقتل لقيط قاتله الله في تلك المعركة، وأخذ المسلمون الغنائم وبعثوا بخمسها مع عرفجة إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وأقام حذيفة بن محصن بعمان يثبت الناس، عرفجة قلنا رجع بالغنائم إلى أبي بكر الصديق، عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه سار ومعه جمع من بني ناجية الذين نصروهم، توجهوا نحو حضرموت، فوصل إلى حضرموت، وإذ بالمهرة قد انقسموا إلى قسمين عظيمين ولكل قسم رئيس وكلهم على الردة، فبدأت المراسلات بينه وبين رئيس أحد القسمين، وبدأ يناقش في الإسلام ويدعوه إلى الإسلام من جديد، ففعلا استجاب ورجع إلى الإسلام وانضم إلى عكرمة، وبدأت المراسلات مع الثاني فلكنه لم يجب، فبدأ القتال، واستطاع المسلمون أن يهزموا المرتدين وترجع حضرموت إلى الإسلام من جديد.